السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله تكونوا ملاح وبصحة مليحة. اليوم إن شاء الله مع بعض راح نعملو لاباط فيتي. لاباط فيتي راح نعملها معكم بطريقة سهلة وطريقة مبتكرة وجديدة، يمكن البعض ما تعودش عليها ولكن ناجحة 100% بالنسبة للناس اللي تخاف من لاباط فيتي تعملها في الدار. أنا واش راح نحتاج لهاد الطريقة؟ هنا عندي كاس صغير نتاع الزيت، زيت الطبخ نورمال، عندي حبة تاع البيض، عندي معلقة صغيرة نتاع السكر، عندي قرعة صغيرة تاع المياه الغازية. أنا هنا استعملت بيري قرعة صغيرة لكن ما راحش نعملها كاملة، راح نخلي منها شوية. وعندي كيلو تاع الفارينة وقرصة تاع الملح. نبدأ على بركة الله، نعمل حبة تاع البيض تاعي، بسم الله. نعمل الزيت هكذا، ونعمل معلقة صغيرة نتاع السكر، نزيد الملح حوالي يعني ملعقة صغيرة تاع القهوة نتاع الملح، عندي زوج معالق تاع الخل، زوج معالق كبار تاع الخل هكذا، بهذه الطريقة. نزيد المياه الغازية، نحطوا كل شيء مع بعض، قلنا ما راحش نعملها كامل كما راكم تشوفوا هكذا، خليت منها يعني شويه حوالي كاس صغير ماشي كامل، حوالي 200 ملي، نعملوا حوالي 200 ملي، ونخلطوا الخليط كما راكم تشوفوا هكذا. هنا نزيد نخوي لافارين تاعي، راح نضيف كامل كميه لافارين، عندي كيلو تاع الفارينة، عندي كاس ماء بارد من الفريجيدار نكملو به باش نلمو اذا خصنا. بالنسبه للعجينه المورقه ما راحش تندلك، يعني راح نلموها برك كيما عجينه الصابلي نفس الشيء. نبدا نزيد في الماء البارد تاعي حتى نتحصل على عجينه متماسكه، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش تاني يابسه. كيما قلت لكم نلمو برك، ما نعجنوش، نحاولوا ما نعجنوش، نلمو برك هكذا، ونحاولوا هكذا نزيدوا في الماء بالعقل ما نكتروش. هاي اللي من بعد ما لميتها كيما قلت لكم هي ما تتدلكش، ما ندلكوهاش، تبقى هكذا ابان نلموها. هنا انا راح نعملها في ساشي ولا فيلم اليمونتير، ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، يعني باش بوحدها تطلق روحها. هذا العجين تاعي من بعد ما غلفتها في البلاستيك لازم نسرحوها لاباط تاعنا شويه هكذا هكذا، ونخليوها ترتاح ونوجدوا الزبده تاعنا. هنا عندي انايا الزبده، عندي 300 غرام تاع الزبده اللي كنت دخلتها في المجمد يابسه وربيتها، عندي كوب معمر نتاع النشا، ودرت له حوالي ربع ملعقه نتاع خميره الحلويات. انا هنايا الزبده هذه راح نعملها في هنايا عندي هكذا كما كنت تشوفوا، راها جامده بيان كوم الفو هكذا. نزيد عليها هذاك الكاس تاع نتاع المايزينو هكذا، مع داك الربع ملعقه تاع خميره الحلويات، وندخل كل شيء في بعضه هكذا كما تشوفوا هكذا. لازم هذه العمليه ضروريه، كل شيء لازم يدخل في بعضه، من غير نحاول يعني بالعقل ندخل المكونات في بعضها باش ما تفرقناش هذيك الزبده هكذا فوالا كما راكم تشوفوا. ونجيب العجين تاعي، انا هنا جبت العجينه تاعي من بعد ما ارتاحت هكذا، ارتاحت يعني خليتها حوالي ربع ساعه هكذا، وعندي النشا قدامي يعني راح نفردوا العجينه تاعنا بالنشا هكذا، نحط هكذا نرشو فوق العجينه قبل ما نحيدها هكذا، نحاول بالعقل بسم الله هكذا. العجينه احنا تاعنا كما لاحظتوا يعني ما دلكناها ما والو، ولكن كي تخليوها تريح وتجبدوها تلقاوها ليس وطريه كانها مدلوكه مليح مليح، وهي ما مدلوكه ما والو هكذا. نرشو كميه مليحه تاع النشا قبل ما نفردو، كميه مليحه، ونبداو نفردو في العجين تاعنا. شوفوا يساعدنا يبدا يمشي وحده كانها عجينه مدلوكه، يعني لازم جيت نلموها ونخليوها ترتاح. سر النجاح تاعها هي
الراحه اللي راح ترتاحها هكذا. انا عملت كميه كبيره، كميه تاع كيلو تاع لافارين، نتوما تقدروا تعملوا غير نص، يعني اذا عملتوا النصف ما تعملوش 300 غرام تاع زبده، عملوا 150 غرام يعني النص تاع كميه هكذا. نفردها كامل بيان كوميفو. انا من بعد ما فردت كامل العجين تاعي هكذا بهذه الطريقه، هنا انا نجيب الزبده تاعي بالمايزينا نخويها هكذا، شوفوا هكذا، ونحاول نعطيه يعني فورم هكذا كاري باش نعاود نلفو عليه يعني العجينه هكذا. شوفوا بهذه الطريقه، ما لازمش تخافوا منها، يعني حاجه سهله 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 وفي متناول الجميع. ونرفدوا الطرف الثاني تاع العجينه تاعنا اوب، ونلموه في الاخر حتى الاخر هكا. شوف نحاولوا نسقمو اذا شفناها ماشي نيشان هكذا قبل ما نلمو. والعجينه عندنا مليحه يعني راهي تساعدنا مليح مليح، ما راحش تعب لنا العجينه هكذا هكذا. ونحاولوا نغلقوا نغلقوا مليح مليح هكذا الاطراف قبل ما نبداو نفردو. شفتوا العجينه كيفاش راهي عندنا مليحه وتساعدنا للخدمه. انا هنا راح نحاول ندورها باش تجيني سهله هكذا كما راكم تشوفوا، طريقه سهله هكذا. ونحاول نفردها بشكل طولي هكذا بالعقل. ملاحظة يعني أنا هنا راني نفرد بالنشا ماشي بالفارينة، النشا يساعدنا يعني على التوريق. وإذا شفتوا الزبدة تاعكم بدات تدوب رجعوها 5 دقايق للفريجيدان ومن بعد عاد تكملوا هكذا. نحاول بالعقل نفردها بشكل طولي، يعني حاجة سهلة ما هيش واعرة. شوفوا العجينة راه تمشى معانا بيان كوم الفو، ما تغبلناش. هنا من بعد ما فردتها بشكل طولي سهله هكذا، نحاولوا نوخروا منها هذيك المايزينا تاعنا، ونبداو نعملوها ب يعني على شكل رول هكذا حتى نوصلوا للاخر بالعقل. ولا يصدقوني يعني سهله سهله لدرجه ما تستخيلوهاش. شوفوا هكذا يعني ما فيها لا دخل وخرج الفريجيدار ولا مرحله وزوج وثلاثه، لا لا يعني حاجه سهله بيان كوم الفو هكذا. ونحاول نحي منها كامل هذوك زوائد تاع مايزينا، نحاولوا كيفاش نقدوهم كيف كيف يجوا على قد بعضهم هكذا. انه حنا هنا صايف في هذه المرحله الزبده ما غاديش تخافوا منها، ما غادي لا تخرج لا والو، راح تماسكت بيان كوم الفو. ونعاود نفردوها للمره الاخيره العجينه تاعنا هكذا. هنا في هذه الضربه نحاولوا كشغل نضربوا العجينه ونجبدوا هكذا باش تساعدنا وما تغبلناش هكذا بشكل طولي كما كنتو تشوفوا. العجينه راهي مليحه كما راكم بشكل طولي، يعني خلاص نحاولوا نثنيوها للمره الاخيره، ولكن تكون بلاصه كبيره على الاخرى يعني مش قد قد. ننفضوا منها كامل هذوك الزوائد ونحاولوا يعني نجبدوا بايدينا ونقادوهم مليح مليح بحيث يكونوا يعني قد بعضهم هكذا. وما يهمش يعني مش ضروريه، جيت باش تجينا مليحه في لا ديكوب. هذا مكان هكذا نحاولوا نقدوهم، ومن بعد نشد البلاصه التاليه ونردها لهنا هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. هنا انا تكون خلاص وجدت عندي لاباط فايتي تاعي وجدت، يعني خلاص هنا نقدو نقسموها كيما حبينا. انا هنا غير راني قعدت فيها سينو خلاص راهي واجده، نقسموها باش نعملوها في المجمد ولا نخدموا بها. انا راح نحاول نخدم معاكم بها دركا لي فولوفون، لي فولونفون راح نعملوهم دروك باش تشوفوا النتيجه كيفاش راح تجي. نحاول نقسمها، راح نحاول نعمل معاكم اقل من نصف هكذا، والشي الاخر اللي راح نخليه في المجمد. راح نشوفوا كيفاش جات التوريق تاعنا كيفاش جا. شوفوا هاي لي كيفاش جات لاباط فايتي تاعنا، جات تهبل مورقه بيان. انا هذا راح نخدمه معاكم، راح قبل ما نبدا نخدمو راح نخليه في الفريجيدار 5 دقائق. وهذه هنايا راح نحاول نخليها كيما هكا كيما راها، نديرها في فيلم بلاستيك ونحطها في المجمد. من بعد ما خليت العجينه تاعي انا واحد 5 دقائق في الفريجيدار غير قدو ما تريح وتساعدنا باش نفردوها هكذا. عندي توجو مايزينا قدامي، نفردو بمايزينا
هيدا. اسمحوا لي انا ما ذكرت لكمش الزبده اللي ديروها، هي زبده التوريق. طبعا انا ما عنديش زبده سبيسيال تاع التوريق، يعني نستعمل سواء الزبده الحيوانيه ولا الزبده اللي يكون فيها يعني اعلى ماتيير غراس، يعني انا يكون فيها 83% دو ماتيير غراس، هذيك اللي تصلح لنا للتوريق. ونبدا نفرد العجينه تاعي عادي كاي عجينه دروك، لانه كملنا التوريق تاعها. نحاولوا جيت نقد تكون قد قد كي نفردوها، ماشي وحده طويله على وحده ولا وحده قصيره على وحده، هكذا. ونخليوها شويه خشينه، ما نديروهاش رقيقه هكذا. من بعد ما فردتها بهذه الطريقه ناكد على هذه المرحله. هنا انا نشعل الفرن تاعي يسخن على 280 درجه، لازم الفرن تاعنا يكون سخون سخون بيان كوم يلفو. هنا نبدا نقطع، خليتها على حوالي 2 سنتيمات هكذا عريضه. هنا عندي هذه القطعه كيما هكذا، ما عنديش حاجه اللي تجي على حسابها، شفت هذا كبير يعني هذا اللي راح يجيني، وانتم كل واحد والموجود عنده. هكذا نحاول نقطع بالعقل، هكذا شوفوا تجي خشينه كيما راكم تشوفوا هكذا. نزيد نكمل، والثانيه اللي راح تجي فوقها نثقبها في النص هكذا. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا، وما نحطهاش حتى ندهن ندهن بالصفار نتاع البيض. نحاولوا كيفاش ما نضيعوش لاباط تاعنا، لانها ماهيش باط عاديه هكذا. وعندي راح نوع ندير هكا وندير هكا كافي، نشوف شحال راح نعمل، شوفوا كيفاش راح يخرج لنا. ودروك راح نعمل بين هذا الفورم نتاع الكافي هكذا، شوفوا يعني تكون عريضه كي من هكذا. بالنسبه للعجينه تاعنا كيفاش راح ننموها، عندها طريقه كيفاش نقدر ننموها، مش كيما كامل العجين لازم تكون نديرو وحده فوق وحده، لازم هاد العمليه هكذا نحطو وحده فوق وحده هكذا، ما خاش نعجنوها هكذا وحده فوق وحده، وهي كي ترتاح تطلق لنا بوحدها هكذا. لازم يعني نعطيولها وقتنا باش تخرج لنا وتنجح لنا، هي ساهله يعني جست في هذه التكنيك. هذا مكان هكذا، هكذا تجي العجينة تاعنا باش نلموها، راكم فهمتوا أبخي كيفاش. هنا عندي أنا صفار بيضة، البيض برك ما عملت معاه حتى حاجة، هو اللي راح نلصق به، راح نلصقو به وحدة فوق أختها. حاولوا يعني تتبعوا النصائح من الاول للاخر باش تنجح معاكم يعني كيما يلزم بيان كوم يلفو هكذا. ندور عليهم كاملين، انا ما عملتش كونتيتي كبيره يعني غير باش نوري لكم، حتى رمضان ان شاء الله يا ربي عاد ونعمل. تقدموهم تخدموهم توجدوهم تحطوهم في الكونجيلاتور نورمال يبقاو هما هما. ومن بعد نبدا نلصق وحده فوق اختها هكذا، نحاولوا نجيبوهم قد قد كيف كيف، هما اصلا راهم قد قد بصح كي نرفدوهم ميتو راكم عارفين يبو يجيو منا يكبروا منا هكذا. نحاولوا غير بالعقل هكذا نثبتوهم بيدينا، هادو لي فولوفون ديالنا. والفرن تاعي انا راه يسخن على 280 درجه كما قلت لكم هكذا، شوفوا ونحطهم ونعاود ندهنهم بالبيض من الفوق هكذا، حاجه خفيفه باش يتحمروا لنا مليح ويعطيو لنا هذاك اللون الذهبي اللي تعودناه في لي فولوفون هكذا. حاجه خفيفه نحاولوا كي نكونوا نعملوا يعني بالعقل باش ما نبوجيوهمش من بلاصتهم. وهنا عندي شويه تاع البافو اللي راح نزين به هكذا، جست لي كوان تزيين. انا راح ندخلهم للفور تاعي وراح نحسبوا لهم بالضبط ربع ساعه، 15 دقيقة بالضبط، وننزلوا الحرارة ل 180 درجة. يعني هاد الملاحظة مهمة لنجاح لي فولوفون تاوعنا، شعلنا الفور يسخن على 280 درجة، ندخلوا لي فولوفون تاوعنا نحسبو لهم 15 دقيقة بالضبط، ومن بعد ننزلوا الحرارة ل 180 درجة.
هاد المرحله مهمه، يعني اذا ما تبعتوهاش فاكيد ما راحش ينشحوا لكم، سواء وان راح ينتفخوا من بعد يهبطوا، سواء ما ينتفخوش كامل ويبقاو هابطين. احبائي الكرام، كانوا هادو لي فولوفون تاعنا من بعد ما خرجتهم من الفرن، كما راكم تشوفوا مازالوا سخونين هاملك، طيبين ملاح بيانكم يلفو. انا اليوم باش ما نطولش عليكم في الفيديو ما راحش نعمرهم مع بعض، في الفيديو القادم ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش راح نديكوريهم، كيفاش راح نعمرهم بالمملحات تاعنا. خرجوا هايلين شابين، طابونا ملاح بيان ايتو كيما يحب خاطرنا. ملاحظه خفيفه، يعني العرض والسمك تاع لي فولوفون تاعنا انتم اللي تحكموا فيه، اذا حبيتوهم عاليين على هالداخل ولا باتخشينا، اذا حبيتوهم يعني حانيين نقصوا منها، يعني كيما تحبوا نتوما، يعني اختياري هذا الشيء كيما تحبوا. شوفوا كيفاش خرجوا، خرجوا هايلين يعني ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هالطريقه الجديده اللي انا وريتها لكم، وان شاء الله تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده للجميع. ما تنسونيش بلايك للفيديو وتعليق. نقول لكم مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.